حياة البدو تعود إلى قرية إفجارن الموريتانية عبر مهرجان يشارك فيه فنانون موريتانيون وغربيون. القرية هجرها لسنين طويلة سكانها البدو، تدب فيها الحركة وتحيا فيها تقاليد غيبها الجفاف. يرمي المهرجان إلى إحياء حياة البدو في هذه المنطقة وإدخال المسرة على قلوب من زالوا يعيشون نمط الحياة هذا، لأنه نمط صعب. القرية الصحراوية التي تبعد 118 كيلومتراً على العاصمة نواكشوط كانت آخر محطة في المهرجان العاشر للبدو الذي انطلق قبل أيام في نواكشوط. انطباعاتي جيدة، الأجانب سيتعرفون على بلدنا ونحن أيضاً نريد أن نتعرف على بلدهم. قد تنفض مثل هذه المهرجانات الغبار عن قرية بدو رحل طالما اشتدت عليهم أزمة العطش في حياة الترحال البدوية في موريتانيا.